طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بيكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نبدأ موضوع حلقة هذا اليوم مع خبر يوم أمس في محافظة البصرة، حيث أعلن محافظ البصرة سعد العيداني بأنه سوف يتم استخدام كوادر طبية من الخارج لمستشفيات البصرة مطلع عام 2019. كشف محافظ البصرة سعد العيداني عن عزم حكومته استخدام كفاءات طبية وكوادر وسطية من خارج العراق للعمل بمستشفيات المحافظة اعتبارا من بداية العام المقبل. العيداني قال بأن الحكومة المحلية لم تتمكن خلال الفترة السابقة من استخدام تلك الكوادر بسبب رفض أغلب المستشفيات العالمية التعاقد على إرسال مثل تلك الكوادر للعمل مدة 4 أشهر فقط، حيث طالبت بالتعاقد لعام كامل على أقل تقدير. وأشار إلى أن القرار المتعلق بتدوير الأموال المخصصة للبصرة خلال العام الحالي إلى 2019 سيسمح بالتعاقد على استخدام مثل تلك الكوادر. وإحنا كنا نعرف أنه ماذا يحدث في البصرة منذ أشهر، المواطنون هناك والخريجون يطالبون بتوفير الوظائف، وهذا ما نسمع اليوم. طبعا هذا الموضوع أثار الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع المربد هناك تعليقات على فيسبوك. علي طالب قال وعلق: ليش تجيب كادر وهوسة ويراد لهم فيزا وسكن ومصروف إضافي؟ عندك كفاءات موجودة في البصرة، ادعم المستشفيات مال البصرة بالأجهزة والتنظيف. آخر وهو حسين الساعدي قال: والله يا أستاذ أقول تعوف البصرة وتروح تنام بالبرلمان، حالك حال كل نواب البصرة، هواي أحسن لك لأن قراراتك ما ينطلع بيها الراس الشارع. ياس أبو مصطفى قال: خطوة للفساد لا أكثر، الكفاءات موجودة وعلى مستوى عالي من ناحية الأطباء، أما الكوادر فكل المستشفيات تعاني نقص، يا ريت تعينون الشباب العاطلة عن العمل بدل صفقات الفساد هاي، والأهم من ذلك وفروا أجهزة طبية وسونار، رنين أشعة، أدوية، تخدير، صالات عمليات، ما دام هيش أكو إمكانية مادية. موسى الصالح قال: أفضل خطوة بعد فشل الكوادر الطبية العراقية بعملهم وتجردهم، لا أقصد الجميع، من الإنسانية وجعل المادة فوق كل شيء. موسى الصالحي يبدو أنه مسؤول في البصرة، الله أعلم. علي بازوني قال: لو بيك حظ أطبائك ما مخليهم مشمورين بالعمارة وكوت وناصرية، وخليهم بمستشفيات البصرة، وفلوس الأطباء الخارج وفر بيهم دواء ومستلزمات للمستشفيات بدل المريض يشتري من برا ومتبهذل. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم قناتكم الوطنية التي تنقل معاناة الشعب العراقي. أهلا وسهلا بك أخوي. معاناة الشعب العراقي بدأت تتفاقم أكثر فأكثر. الآن البصرة
البصرة منكوبة نتيجة الأمراض، نتيجة شحة المياه، نتيجة المي المالح. ماكو دولة تدعم شعب. يعني الآن البصرة ألو معاك أبو الحسن أسمعك ما أريد أقاطعك. الآن الشعب البصري منكوب لأنه نتيجة عدم رعاية الحكومة لها، وبالتالي شوف أثر شعب البصرة الآن يصاب بالسرطانات. شعب منكوب، ماكو حكومة ترعاه، ماكو حكومة وطنية ترعاه لأنه ملتهين بالبوق والسرقات وعايزين كل الشعب. بالإضافة إلى هذا أخوي عمر، الآن المحافظات تقريبا الغربية أيضا منكوبة نتيجة الفيضانات. يعني حكومة ما عندها خطط لإنقاذ شعبها من الفيضانات، نعم ما عندها خطط أنه توفر لها المساعدات الكاملة. يعني يحكون عن النظام السابق، لأن النظام السابق أفضل شان لأنه سبب كانت هيك تصير فيضانات مستعدين لها. احنا على كل الماضي بنجيب هاي الامور، بس الان شعبنا يعاني من مجاعه، يعاني من فقر، يعاني من بطاله، يعاني ايضا الجامعات بدات اكثر الطلاب تبطل لانه ملتهيه بعيشتها. بالاضافه الى هذا الكليات والمدارس اهليه سووها لانه المسؤولين بداوا هم يفتحون الجامعات حتى يستفاد. زين ابو الحسن، الفساد المالي والاداري جوي سرقه الشعب. ابو الحسن شنو رايك بما اعلنه محافظ البصره اسعد العيداني انه راح يستخدم كوادر طبيه من خارج العراق في مطلع السنه القادمه؟ اخويا ليش احنا الكوادر الطبيه رحمه على اهلك، الكوادر الطبيه العراقيه من ارقى اختصاصات بالعالم، عندنا كوادر طبيه هزموها نتيجه القتل. بدأوا الشخصيات الوطنية الطبية أو أي كادر طبي اختصاصي بكل إحنا عندنا أطباء كفؤين وأخصائيين معروفين حتى على مستوى العالم، أجروهم نتيجة الاغتيالات. يعني هذا يريد يجيب الكادر الطبي من برا حتى يبوق، لو يستدعي كوادرنا الطبية خارج العراق بالأردن ومصر وغيرها افضل ما يجيب كادر طبي وينطيه فلوس. هذا العراقي، هذا البناء العراق صار له اكثر من 35 80 سنه بناء العراق يجيبون كوادر طبيه اجنبيه في سبيل انه والله حتى هو مو غايته هاي، وانما غايته السرقه حتى من خلالها يسرق، من خلالها ايضا يسوي عقود بالملازم الطبيه وايضا سرقات تصير. يعني احنا بيسعون يعني لهالمستوى وصلنا يجيبون كادر طبي؟ ليش الكوادر الطبيه الموجوده بالاردن هذا عمر الكبيسي ومحمد عبد الله العاني ابو القلب غيره ابو السرطانات او ابو السرطانات، عندنا اطباء فطاحله، يجي هل يجيب لنا يستورد لنا كادر طبي اجنبي؟ ليش ما يستخدم اطبائنا؟ ايضا داخل العراق موجودين بس الناس يخافون لأن بدأت عليهم الكفاءات الطبية، بدأت عليهم الاغتيالات، يطبونهم للمستشفيات يقتلوهم لعياداتهم، حتى قسم منهم سدوا عياداتهم. ليش يعني هذا مستوى العراق يوصل لهالدرجة هاي؟ العلم كان قبل الاحتلال عندنا أكثر من 45 ألف عالم كل الاختصاصات. زين هسه احنا جبنا ندور كوادر طبيه، ندور اطباء والله اجانب، ليش مو هذا شعبنا كوادر طبيه وبالبصره بالذات اكو كوادر طبيه معروفه. نعم يعني هسه انا استجيب كادر طبي واعطي راتب وهي له سكن، ليش مو هذا من شعبنا؟ هذا هو شعبنا العظيم. لهالمستوى يوصل انه يهجروا بعدين يجيبون كادر طبي اجنبي يخدم وما يخدمه بشكل ما يخدم العراقي، لانه العراقي دائما حريص على بلده ودائما حريص على شعبه، يعترق قلبه. على هذا الاساس اخي، هذا محافظ البصره من الاحزاب الحاكمه، ما يريد الشخصيات الوطنيه حتى لا تبرز وبالتالي ينفضحون.
لان هاي يريدون يغطون على مواقعهم، على سرقاتهم، على قتلهم. نعم ابو الحسن. يعني متظاهرين الان بالبصره يطلعون تظاهره يبداون يشخصون بهم، وين النشط من المتظاهرين؟ يقتلوا شعب يطالب بحقوقه، ابسط الحقوق هي المي، ابسط شيء الاملاح، ابسط شيء الامراض اللي الان امراض فتاكت البصره. سرطانات والله عليك، سرطانات كل انواع بالبصره انتشرت. شعب كامل على مود هو يبقى على الحكم. لان انت شعب اذا بت شنو انت بالنسبه للشعب؟ حشد سامع، انت ما تسوى. نعم ابو الحسن. واني اشكرك الشعب. اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا. طبعا يعني فقط نذكر ببعض الأرقام، يعني منذ العام 2003 ولغاية الآن تم اغتيال 2050 طبيب على يد الميليشيات في العراق. 2050 طبيب على يد الميليشيات. 80% من الأطباء العراقيين هاجروا خارج العراق بسبب الوضع الأمني والتهديدات التي يتعرضون إليها والابتزازات المالية، وكذلك موضوع الفصل العشائري. يعني نعرف كل ما تحصل حالة في المستشفيات مثل موت مريض في صالة العمليات أو إلى آخره، يتم وضع الحق على الطبيب. هذا كذلك سبب آخر دعا الأطباء إلى الهجرة خارج العراق. أكثر من 20,000 طبيب عراقي هاجروا خارج العراق. 50% من الأطباء المهاجرين هم من الخريجين الجدد. أكثر من 40% من أطباء الداخل يفكرون بالهجرة. يوجد طبيب واحد لكل 1,000 مريض. وزير الصحة السويدي قال في تصريح سابق بأن الأطباء العراقيين من أفضل الأطباء الأجانب الموجودين في السويد. 80% من الأطباء الأجانب المتواجدين في المملكة المتحدة في بريطانيا هم من العراقيين. 80% من الأطباء الأجانب المتواجدين في بريطانيا هم من الأطباء العراقيين. نعم معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بهذا القرار؟ يعني خلص هم متعاقدين مع أطباء لمدة عام، راح يجون في بداية 2019 في البصرة. نعم هم شعارهم عظيم كان طبعا، انت لو شفت هذا مع المؤتمر الكويت يقول له استقرار ثم استثمار ثم إعمار. والله هي كلها نتيجتها شو تسوي لو تجمعها؟ أجل لكم الله راح تسوي استحمار، يستحمرون البشر، يحتقرون البشر إلى حد درجة وصلت يضحكون عليه. أنت 15 سنة نهبت مال الله وعباده، ما بقيت شيء. هو هذا شنو قصده من تصريحاته؟ قصده أنه بس تجي الأموال يضرب ضربته مثل ماجد النصراوي ضرب ضربته هو وعمار وبشير، هذا المرجع مالتهم اللي طفتوا بانتخابه. ضحك على أهل البصرة، دمروهم للبصرة. بالأخير من سلوه قالوا له وين الفلوس؟ قال عمي اشتريت بيها كباب للبصرة، ريحة الكباب ما وصلت لخشومهم للبصرة. زين انت هذا اللي جاي من إيران لابس عمامة بشير، هذا شو اسمه عبد الحميد المهاجر، ضحك على أهل البصرة، ضحك على أهل النجف، ضحك على أهل كربلاء، سرق أراضيهم. هسه ماشي أبو عمر اسم الخمس وغيرها. يعني أبو عمر وهي هاي ماشي بس اسمح لي، يعني شنو اللي يدعي؟ هناك بالفعل هناك نقص كوادر طبية مثل ما ذكرناها بسبب تهديد الميليشيات. أكثر من 2000 طبيب منذ العام 2003 تم اغتيالهم وقتلهم في العراق. يعني الهجرة 80% من الأطباء هاجروا خارج العراق بسبب الوضع في العراق. 50% من الأطباء المهاجرين هم من الأطباء الجدد. 40% من الداخل يفكرون بالهجرة وإلى آخره. أرقام كثيرة. كل هذه الأمور والحكومة عاجزة عن توفير بيئة آمنة للأطباء. يعني إحنا إذا بقى الوضع على هذا الحال من 5-6 سنوات يمكن ولا طبيب عراقي يبقى في البلد. أستاذ هم كل هاي الأفعال من اختيالات الأطباء وتهجير وهروب العدد الكثير، يعني تتوقع هم هاي الاختيالات اللي قاموا بها راح يجيبوا لهم والله أطباء من الخارج وما أدري منين؟ هذا كله كذب، هذا نوع آخر من المخدرات. الكذب أعظم من المخدرات. هم شبعوهم بالمخدرات ودمروهم، تدمر لأهل البصرة والمناطق الجنوبية والوسطى وبالعراق كله دمروه بالمخدرات. هسه الكذب دي يستخدموه، يقول لك
اخليك ورا الشذاف. عمي عمي اخليك ورا الشذاف الى بيت باب بيتك اي سنه سنتين 10 15. انت اذا احنا نظنك نعتمد على هؤلاء، هي ظاهر قريبه مساله الانتخابات مال المحافظات قريبه، اللي يستخدمون هذا الاسلوب تخدير اهل البصره. والله العظيم تشوفوا الشيطان بعينكم تشوفوه وما تشوفون، لا لا طبيب يجيكم ولا كذاب ولا دواء يجيك ولا كل شيء يجيك، قسما بالله انتم مو جاكم طنوا ربع شوكليت جاب لكم يا عبد الحميد المهاجر، قال شوكليت تشبي عشيره. عمي مو تشبي عشيره، خلي الطن يشبي واحد، خلي الطن يشبي واحد. انظر الى استهزاء بعقول الناس بعقائد الناس، انظر شلون يدمرون البلد، شلون يسعون الى خراب هذا البلد. هؤلاء قوم اجلكم الله، هؤلاء الذين يقومون بهذه الافعال دول السفله ساقطين، بس العيب مو على سافل، العيب على اللي يركض ورا السافل. هو يقول له بالروح بالدم نديك يا سافل، احنا ما يفيد طالعين، احنا هسه طلعت النتيجه، احنا ايش بنسوي طلعت النتيجه؟ لانه البصره بوحدها هسه تاركيها، والله ذول السنه تدمروا، انتم بقيه الشيعه ليش ما تطلعون؟ ليش راضين عنهم؟ شنو تنتظرون انتم؟ يعني مع الاسف هو هذا حال العراق، هذا حال العراق وليس فقط يعني المستشفيات في الجنوب. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. آخر علق على هذا الموضوع وهو أو هي رغد، قالت ابن لكم مستشفيات بفلوسهم أحسن لو هي طريقة جديدة مثل المقرنص وشركات التنظيف اللي بدل ما تشترون آليات تروحون تتعاقدون ويا ناس تنظف، والله مصيبة. طبعا لا يختلف القطاع الصحي في العراق عن غيره من القطاعات التي تعاني ما تعاني منذ العام 2003 وهو تاريخ الغزو الأمريكي للبلاد، ويعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تليها الدول اهتماما نظرا لما لها من تماس مباشر مع حياة البشر والنمو. يعتمد العراق منذ عشرات السنين نظام التعيينات المركزية لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والتي تشمل كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمعاهد الطبية بمختلف تخصصاتها، ورغم الكم الهائل من خريجي الكليات الطبية الذين يتخرجون كل عام ويتم تعيينهم في وزارة الصحة، إلا أن البلاد لا زالت تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية، ما يطرح تساؤلات عدة عن حقيقة هذه الأزمة ومسبباتها والخلل في وزارة الصحة والقوانين التي تنظم عمل الملكات الطبية. آلاف الأطباء يعينون سنويا في العراق، يبلغ عدد كليات الطب البشري في العراق 17 كلية موزعة على محافظات العراق، جميع هذه الكليات حكومية، بينما يفوق عدد كليات طب الأسنان والصيدلة 70 كلية لكل تخصص، نظرا لسماح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بافتتاح كليات طب أسنان وصيدلة أهلية من دون السماح بافتتاح كليات أهلية للطب العام، حيث يقول المستشار السابق في وزارة التعليم الدكتور ذنون يونس في حديث مع وكالة يقين، قال بأن الوزارة سمحت منذ سنوات بافتتاح كليات أهلية لطب الأسنان والصيدلة وتضخم عدد هذه الكليات الأهلية، وكانت خطة الوزارة تقضي برفض القطاع الصحي في البلاد بكوادر طبية إضافية ودعم الصحة العامة في البلاد. معنا اتصال محمد جاسم من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك محمد، أنت من البصرة، شنو رأيك بهذا هذا القرار أو هذا الإعلام من قبل محافظ البصرة باستخدام كوادر طبية من خارج العراق؟ نعم، شنو رأيك بهذا هذا الموضوع؟ القرار بالنسبة نعم بالنسبة لهذه الحكومة، هي أعرف عنها حكومة جاية تهدم البلد وتهدم نعم. اللي داخل البلد. نعم. اثنين، طبعا احنا بالنسبه ان انا من احد المشاركين بالمظاهرات من 25 شباط بسنه 2011. نعم. زين، بالنسبه هنا احنا شنو عديل احمود وزيره الصحه، مو وزيرة الصحة وإنما هي تسمى، المفروض أن تسمى باسم وزيرة الخراب. هذا اللي يعني إحنا اللي جاي نشوفه، بدليل
بدليل يعني انت تروح تروح للطبيب لا تلقى دواء، لا تلقى مراعاه صحيحه، لا تلقى، وكانه احنا مو في بلد، يعني هذا عبالك بلد غابه، وهذا ما يجوز. احنا 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 اهل الكفاءات، احنا اهل الاطباء، احنا اهل المهندسين، احنا اهل التعليم. هذولي وقفوا عطروا الحياه كلها زين، ولا هذا العراق اللي كان راسه مرفوع والناس تسمع به، من تسمع اسم العراق هيبه. هسه العراق يعني للاسف يعني حتى المواطن العراقي صار يعني وكانه بصراحه راسه صار نازل، مو مثل قبل كان العراقي مرفوع راسه، مرفوع هيبته، الى قيمه بين البلدان، بين حتى الدول الاوروبيه. لا. يعني يعد من احسن بلدان العرب، بدليل يعني بالثمانينات لما قضوا على الاميه، ماكو بلد اليوم عربي قدر يقضي على الاميه مجانا. هسه سووا شنو سووا؟ سووا جهل، سووا العالم، خلوها يعني مو عالم، خلوها ناس يعني بصراحه يعني للاسف واحد شلون يسمي الوضعيه، خجلونا بين الامه العربيه، بين العراق. احنا العراقيين وكانه خجلانين من انفسنا بصراحه، احكيها لك استاذ عمر، بين لين احنا عراقيين ليش خليتونا هالشكل؟ احنا عود تأملنا بكم خير، وقلنا راح يصير على ايديكم ووضع التغيير راح يصير شفنا العكس، لو ضالين على قبل والله احسن بصراحه. بزمن صدام احنا انا لا بحثي ولا كذا، يخاف يجي واحد ويزاود علي يقول هذا بحثي، لا كنت بحثي ولا كنت على صدام ولا لي علاقه بصدام، لكن العراق كان راسه مرفوع. احنا اهل الكفاءات، احنا العراقيين، احنا اللي نعلم الناس على الطب، على التعليم، لا. على الهندسه. اضرب لك مثل استاذ عمر، يا ريت تسمح لي، يعني انت ساعدنا بس ببريطانيا ما يقارب 3000 طبيب. نعم. هذول اللي موجودين ما يحلون ازمه الصحه بس بريطانيا، وتطلع لنا عديل حمود، وهي عديل حمود الصراحه يعني هي مو المفروض ان تكون وزيره، هاي ما اخليها تبيع ملابس مال لنقات في السوق، السوق هرج، حطينا علينا وزير الصحه، ولانه كان نعم. المالك محمد انت اللي تشوفه ما دمر البلد. نعم. وما سقط البلد. نعم. الا حزب الدعوه وامثال حزب الدعوه، وخاصه هؤلاء المعممين. نعم. هم اللي دمروا العراق، هم اللي خلوا روسنا نازله. نعم محمد، انت من البصره، شلون تشوف المستشفيات في البصره؟ كوادر طبيه اكو لو ماكو؟ وضع المستشفيات شلونه؟ والله المستشفيات يا استاذ عمر، نعم والله المستشفيات يا استاذ عمر بالبصره والله العظيم يندي لها الجبين. نعم والله العظيم. انا سلحتك، انا لحتك مريض، قطرات يا دوب احصلها مال عيني، بسم الله عليك هاي عيني رايحه، اروح للطبيب وبعض الاحيان ما عاد ما القى دواء، لازم اروح اشتريها منين؟ اشتريها على حسابي من برا. ليش الوحده ب 12000، يعني اثنين يصيرون ب 24 25. زين انا رجال بصراحه عاجز، زين ما عندي، زين اروح للرعايه الاجتماعيه يقولوا لي انت ما مستحق، لو يقولوا لي ما عندنا فلوس، يعني فد وضعيه وين ما تخلي وضعك يعني بالنسبه للذولي تشوف يعني معطلين الحياه، معطلين الحياه استاذ عمر. هم اللي يقودون البلد، من اللي يقودون البلد؟ اللي يقودون البلد كلهم خونه وعملاء وجواسيس، هاي بصراحه يعني، وكل الناس تعرف هذا الشيء. نعم. وانفرضوا علينا يعني فرض يعني ما يعني بصراحه يعني شلون انفرضوا علينا؟ ما نعرف شلون انفرضوا علينا. صعب الانتخابات، 80% ما حد راح للانتخابات، زين هذول منين كنا؟ المرجعيه تقول المجرب لا يجرب، ورجعوا كل المجربين رجعوا على قلوبنا، دمرونا، سقطونا، يعني ما نعم. أنا أشكرك محمد جاسم من البصرة كان معنا. طبعا يؤكد المستشار السابق لوزارة التعليم كما ذكرنا اسمه ذنون يونس، يعني أكد بأن النتائج كانت مرضية للوزارة في بادئ الأمر بالنسبة للجامعات الأهلية، الكليات الأهلية المتخصصة في مجال الطب، إلا أنه ظهرت مؤخرا مشاكل في هذه الكليات تتمثل بتدني المستوى العلمي لبعض الكليات الطبية الأهلية مقارنة مع الحكومية، وأضاف بأن الوزارة قد تعمد إلى وضع آلية جديدة لدراسة الطب في الجامعات الأهلية. هذا هم موضوع يعني هم المتسبب بالحكومة وموضوع الاستثمار بفتح كليات أهلية في هذا المجال، المجالات الطبية،
وبالنتيجة يطلع طلاب، ما نقول الكل لكن كثير منهم من هذه الكليات الأهلية بمستوى متدني في العراق. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، فضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك أخي. الأطباء العراقيين اللي هاجروا واللي في العراق واللي انقتلوا، أخي أمريكا وإيران وبالذات أمريكا. نعم. أمريكا مستفادة من الجهتين، أول جهة هم تستفاد من طردهم من العراق لكي العراق يظل بلا أطباء، هاي من احتلال العراق. نعم. يظل بلا أطباء رموز الطب. والجهة الثانية استفاد منهم في أمريكا لأن أمريكا تعرف أحسن أطباء في العالم هم العراقيين. والشيء الثالث، أول ما احتلوا العراق أمريكا وإيران، أول ما قتلوا رموز العراق، وهذا واضح كل الشعب العراقي دربي، أول ما قتلوا رموز العراق هم الأطباء، وقتلوا الضباط الطيارين والمهندسين، لأن كل بلد ما به شي رموز يصير مثل الطير بلا جناحين. فأخي المحتل يريد العراق لا طب ولا تعليم ولا ضباط ولا مهندسين. نعم. على مود يظل العراق بانتظار المحتل شو وقت يعطف عليه، يعني شنو يرجعون العراق إلى الخلف 100 سنة يرجعوه. يعني مختصر الكلام، يريدون العراق خالي من الطب والدراسة. نعم نعم أبو ياسين، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو ياسين من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا أحد الخريجين من الكليات الطبية وهو أحمد خالد علق، أنطونا وثائقنا لعد. طبعا موضوع الوثائق هسه الكليات الطبية، أي تخصص طبي ما يعطي وثيقة للخريج، وثيقة يقدر يمشي بها مثلا أو يروح يكمل دراسته في الخارج أو يريد يدور شغل في الخارج، فقط يعطوا ورقة بالنتيجة، أما وثيقة التخرج ما يعطوا. يقول انطونا وثائقنا لعد، ليش حارمينا منها اذا شو؟ لا احنا متعينين صار لنا اشهر وراح تجيبون من الخارج فوقها، انطونا وثائقنا خلينا نطلع نشوف لنا بلد يلف فينا. يقول طبعا تشير تقارير الى ان في العام 2014 وحده شهد تعيين 2890 متخرجا من الكليات الطبيه. مدير اعلام وزاره الصحه الدكتور أحمد الارديني قال خلال تصريح صحفي بأن وزارة الصحة، طبعا في عام 2014 هذا التصريح، قال بأن وزارة الصحة أصدرت أمرا بتعيين 858 من خريجي كليات طب الأسنان و1339 من خريجي كليات الطب و693 من خريجي كليات الصيدلة العام، وهذا لخريجي الدور الأول فقط. طبعا رغم بأن وزارة الصحة تعين ذات العدد تقريبا في كل عام على الملاك الطبي، إلا أن البلاد تعاني من مشكلة في نقص الكوادر الطبية وكذلك نقص في المستشفيات والبنايات. تحدث آخرون بأنه في وزارة الصحة هناك نقص في الكوادر الطبية، هناك نقص في المستلزمات الطبية، هناك نقص في الأسرة الطبية،
وكذلك الهجرة تم إعازها، هجرة الكفاءة الطبية بسبب الوضع الموجود في العراق والتهديد الميليشيات. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله، شلون تشوفين المستشفيات في بغداد؟ بالله خلينا نشوف بغداد. والله سيد الصدق أنا ما أدخل المستشفى. نعم. لأنه أول شيء ما أخذ سرة، وثانياً الحمد لله والشكر الصحة وعافية، بحيث إنه إذا صار عندي شيء أروح دكتور أخصائي، لأن أعرف لأنه كل المستشفيات العراقية ماكو بس الباراسيتول وال. نعم. يعني شكو حتى أبره ماكو. زين. نعم. أستاذ إحنا نريد نشوف الأخ المتصل اللي اتصل قبلي، قال إحنا خجلانين، يعني أستاذ من إحنا خجلانين، يعني معناها إحنا الشعب العراقي إحنا المسؤولين عن الخطأ في العراق. لا، هو دي حمل الحكومة، دي حمل، قال وصلونا إلى وضع وصلونا بيه نكون خجلانين. والله أستاذ سمعت المكالمة كاملة؟ لأن إحنا سكوتنا هذا يعني مثل المسؤول من قال إحنا فشلنا في إدارة الدولة، معناه إحنا هم فشلنا كعراقيين. إفك من الشخص، مع احترامي لحضرته، يعني إحنا مسؤولين عن المشكلة بالعراق، يعني إحنا اللي خلينا، إحنا ثبتناهم في مناصبهم، إحنا انتخبناهم. ماشي أم عبد الله، أم عبد الله أنا أريد أستثمر كل متصل يعطيني رأيه بالموضوع اللي إحنا دا نعرضه. أنا مال كل متصل يجي ويرد على المتصل الآخر، ها راح نخليه إنه إحنا في مشاجرة. أعطيني رأيك على هذا الخبر، أسعد العيداني اللي يجيب كوادر طبية من الخارج، أنت برأيك ليش وصلنا إلى هاي الحالة؟ أعطيني رأيك. زين أستاذ اسمح لي، ما أنا جاية بالكلام. ماشي، ما إحنا وقتنا ضيق، والله ضيق. شركات استثمارية. نعم. رأسمالية برأس العراقيين. يعني من مستشفيات إذا راح يجيبون كوادر أجنبية، هاي إيش قد يريد لها فلوس، وهاي مصلحة المسؤول إيش قد راح يأخذ الكومنيشات ومدري إيش والرشاوي. زين إحنا العراقيين راح نبقى مثل العبيد ناخذ سرة، والله إحنا ما عندنا أي مجانية لا للتعليم ولا مجانية للطب، وإحنا عندنا فلوس هواية. نعم. إحنا يعني حتى الحكومة يعني حاربت العراقي بكل شيء، يعني بصحته، في خدماته الاجتماعية، في ثقافته، في رزقه. يعني أنا حتى البرحة من طلعتونا عن الطماطم مال البصرة، المفروض التجار العراقيين يرفضون شراء طماطة أجنبية، يروحون يجيبون الطماطم العراقية من البصرة. ليش أنا ما أسوي هذا الشيء؟ فالشغلة بيدنا إحنا العراقيين. إذا طبعا المسؤول إذا هو منتهي أستاذ، هو منتهي من قاعد على كرسي الحكم، خاصة من رئيس الوزراء، ومع العلم أنه رئيس الوزراء يقال أنه ينطي يعني بشرى للمواطنين أنه راح يعطيهم سنة 75 مليون لشراء يعني دور يعني كاملة. زين هاي الدور الكاملة اللي راح ياخذها يعني مين راح يقدر ينطي للشعب العراقي للفرد العراقي؟ قد حيوصل من 75؟ نعم. وقد راح يسحبون من العراقي؟ فكلها استثمارات برأس الشعب العراقي. نعم. هذا يشوف الجهل واضح عندنا، الحياة الصحية بالنسبة للمواطن سيئة جدا، حالة المواطن بالعيش في منطقته سيئة جدا. يعني هذا يرادلها يعني وقفة عراقية يعني كبيرة جدا. نعم. جدا جدا. أنا أشكرك، أم عبد الله من بغداد كانت معنا. آخر علق وهي أنفال تقول يجيب طبيب أجنبي بآلاف الدولارات، شو يسوي مثلا؟ بالفعل إذا علاجات وتجهيزات ماكو، المستشفيات فارغة، المريض كله يشتري من برا، وفروا أدوية وجهزوا المراكز والمستشفيات، وراها جيبوا كوادر حتى تخدمكم. معنا اتصال أبو محمد من تركيا، تفضل أبو محمد. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا بك. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ أبو محمد أنا أستاذ عمر الحقيقة يعني موضوع يأسفنا أن نسمع هيك تصريحات من هيك ناس. يعني العراق هو معلم الإنسانية. أنا حقيقة أنا مو عراقي. نعم. أنا سوري. لكن العراق هو يعني معلم الإنسانية يعني ما من 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 منذ القديم يعني من حضارات بابل وأكاد وآشور إلى الآن. يعني الآن إذا إحصائيات يعني أكثر أطباء بالعالم بأمريكا يعني لاجئين هم العراقيين. يعني العراقيين هم اللي فقط وفرولهم التجهيزات وفرولهم الأمور. يعني أنتوا عم يحاربوا العراقيين، عم يحاربوا الكفاءات العراقية، عم يحاربوا الـ 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 كل شيء عراقي. يعني العراق يعني بلد العلم، بلد الحضارة. يعني العراق كما يقال كانت بيروت تطبع والقاهرة تؤلف والعراق يقرأ. بيروت تطبع وبغداد تقرأ. نعم نعم. يعني فالعراق يعني معروف يعني هذا يعني يعني في أذكر في إحصائية يعني أكثر الشعوب العربية ذكاء. يعني على حتى على قناة يمكن روسيا اليوم شفته أنه الشعب العراقي أكثر الشعوب العربية ذكاء. يعني فهذه المزايدات وهذه الصفقات والله يأسفنا نشوف يعني ببلادنا يعني بجميع بلادنا. يعني العراق أنا ما أعتبر أنه العراق بلد ثاني، أعتبر العراق بلدي وسوريا بلدي وكل البلاد العربية بلدنا. فهي أنا أتوقع يعني أنه حد هالمسؤولين عنكم عنده صفقة يجيب حد الشغلات يعني من طرفه، ولا أنه كفاءة الطبيب العراقي وكفاءة الإنسان العراقي يعني معلم الإنسانية أنا أعتبره الإنسان العراقي. شكرا أستاذ عمر. شكرا أبو محمد من تركيا. موضوع آخر طبعا ذكرنا به أحد المعلقين وهو تحسين أبو علي البصري، يقول يستقدمون أطباء وأبنائنا معدلاتهم 97% ما يدخلوهم طبية، يدخلون الشركات والمحلات وعندنا بطالة، يقول حكومة تعبانة. بالفعل يعني كثير احنا نشوف من الأصدقاء من الأقرباء طلع 97 طلع 96 طلع 95 يروح معهد مثلا يطلع له. هذا هم اجوا وتكلموا وقال لك العراق كان يحكم من قبل المركزية وشمولية إلى آخره، بقت عقدة حتى القبول المركزي. يعني لا يخير الطالب، يعني ما يقول له مثلا أنت المعدلة من 80 إلى 90 مثلا عندك كلية الهندسة كلية الصيدلة وإلى آخره، من 90 إلى 100 إلى حق يقدم على الطبية، حتى ماكو اختيارية من قبل الطالب. بالفعل كثير من الطلاب في العراق متميزين يأخذون 97 و96 بالمعدلات ما ينقبلون كلية الطب، بينما تجد هناك من معدلة 70 معدلة 60 بالفلوس يروح يخلص في بلدان. يعني ما نريد احنا نشمل، لكن هذا الواقع اللي يصير في أوكرانيا وغير أوكرانيا، ودنشوف احنا شنو نتيجة طبيب مستوى متدني، لأن أصلا هو الكلية الرايح لها ليست ذات كفاءة طبية عالية. ليش ما أنا أقبل الطالب المتميز الخريج اللي تعب على نفسه طلع 97 وطلع 96، ليش ما يقبل طبية؟ افتحوا المجال لطلابنا خليه يبدأ، ما أنه والله لأن غلط بالإنسيابية ما رتب صحيح والله ما لحق، ماكو هيك حكي. يعني هذا الظلم، الظلم ما موجود بكل العالم. افتح أنت قول المعدلة من 80 للتسعين كما أشرنا إلى الكلية 1 2 3، من 90 للـ100 إلى كلية 1 2 3، وإلى حق يقدم. يجوز هو ما يريد طب، يريد غير التخصص مثلا، يريد هندسة. ليش هذه المركزية في كل القرارات؟ ويحشون يقول لك احنا جينا حتى نقضي على المركزيه في العراق. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر القطاع الطبي حاله حال بقيه القطاعات. نعم. دمرت وانتهت من 2003 الى هسه. يعني صور حضرتك انا قبل فتره حكيتها بنيه عراقيه من الرميسه معدلها 99% وهي وعائلتها ما خلوا وزارة ما راجعوها وإلى هسه ما حد معينها. نعم. تصور يعني 99% معدلها. وقبل ما يتعاقد السيد المحافظ مع أطباء أجانب، أنا أقول له أنت وحزبك وكتلتك وحكومتك وميليشياتكم اسألوا نفسكم وين الكوادر الطبية الفذة
من حاربهم وهجرهم؟ من خلاهم يتركون بلدهم؟ يعني هو العراق يزخر بالكفاءات الطبيه، لكن انتم بسياساتكم المجرمه ومحاربتكم كل الكوادر الطبيه والعلميه خليتوا كل الكوادر تترك البلد وتطلع خارج العراق، وهسه دا يخدمون دول العالم ويمدحون بهم لانه كفاءات علميه محترمه. نعم. يعني واقول مكان ما انت تستورد وتجيب وتتعاقد ويا اطباء اجانب، اهلوا هاي المستشفيات اللي انبنت بزمن صدام حسين الله يرحمه، ولا ما بانيها صدام حسين كان هسه ماكو مستشفى بالعراق استاذ عمر. بدل ما تتعاقدون ويا اطباء اجانب استوردوا معدات طبيه واجهزه طبيه متطوره، والاطباء العراقيين موجودين. اذا المستشفيات هي بالاساس ما بها علاج للمواطن استاذ عمر، وما بها اجهزه، شو يريد يسوي الطبيب؟ وهسه المواطن العراقي كلها تعرف عاطل، والحكومه تعين اسيويين بالمستشفيات وغيرها، مثل حتى انا شفتهم بمطار بغداد الدولي. يعني ليش تاركين ابناء شعبكم بدون تعيين وتتعاقدون ويا اجانب واسيويين؟ وهي هاي طريقه جديده للفساد، والاتفاق اللي راح يصير ويا الطبيب اللي يجي من الخارج ويصير شكل يعني الاتفاق وياه، واللي تقدموه بالاوراق الرسميه شكل اخر. يعني من السرقة والمال الحرام، نعم، وبطونكم وبطون عوائلكم امتلأت من المال الحرام، وبعدكم ما شبعتوا. يعني قبل فترة أستاذ عمر، يعني أنا شفتها بمقطع فيديو، بنت عراقية فرحانة بأن هي حصلت على شهادة القانون وتخرجت، وتشكي من أعراض جدا بسيطة، دخلت مستشفى الكفيل اللي يقولون تابعة للعتبة الحسينية، يعني خلال ساعتين ونص طلعت من المستشفى تنزف، واكتشفوا بأنه سرقوا كلياتها وتوفت وبدون أي متابعة. يعني ما كفاهم السرقات اللي سرقوها، قاموا يتاجرون بالأعضاء البشرية للقربة. نعم. الله أكبر على هالحكومة هاي. نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كلامنا. طبعا نقص الكوادر الطبية في العراق بحسب تقارير ليس ناجما عن قلة عدد الأطباء فقط، فالمشكلة الأكبر تكمن في توزيع هذه الكوادر وتحديد آلية عملها. يعني يؤكد أحد الأطباء بأن المشكلة في نقص الكوادر الطبية في العراق ليس ناجما عن قلة عدد الأطباء فقط، فالمشكلة الأكبر تكمن في توزيع هذه الكوادر وتحديد آلية عملها، ويضيف بأن الانفلات من الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الماضية، وأن كثيرا من الأطباء والصيادلة يعملون لدى الوزارة على الرغم من أن رواتبهم مجزية مقارنة بالدول المجاورة. هناك كذلك تقصير. أحد الأطباء طبعا علق على هذا الموضوع وهو دكتور حازم من البصرة، قال: حبيبي محافظ البصرة أسعد العيداني، العراق عموما والبصرة خصوصا لا تخلو من الكفاءة الطبية. أطباء العراق من يطلعون للخارج يبدعون، وكلها تحلف براسهم. ليش؟ لأن أكو علاج بخير، أكو إمكانيات ووسائل تساعد الطبيب. مستشفيات البصرة شنو بيها مثلا أبسط العلاجات ما متوفرة بمستشفيات محافظتك؟ أغلب وأهم العلاجات ما موجودة، يدزون المريض يروح من جيبه يشتري من برا. الأجدر بك سيادة المحافظ توفير العلاج الكافي والإمكانيات اللازمة للطبيب أولا، وبعدين إذا ما شفتهم يبدعون عود جيب كفاءات من برا. يقول تحياتي. علي عبيد علق يقول: وإحنا ناقصين كفاءات، بس رادنا نزاهة مفتشين شرفاء يراقبون عمل الدكاترة، يعني فسادهم وطمعهم دمر إنسانيتهم. حمزة المالكي يقول: هناك مشكلة في بعض الأطباء، هناك من لديه تفكير مادي قبل الإنساني بنسبة 90%، والأكبر من ذلك لا يعرف وصفته إلا الصيدلية التي في نفس بناية العيادة أو بالقرب منها. يقول حيدر يقول، وهو أعتقد منصور تنبين مضمد، يقول: كوادر وسطية يجي من الخارج، خب وسعوا المعاهد وافتحوا إعداديات تمريض، أشو الإعداديات بس نساء وتغلقوها، والمعاهد تقولون السنين الجاية ما لهم تعيين مركزي. هذه مشكلة تضاف أخرى إلى العراق.
استقدام كوادر طبية من الخارج كما أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني. ونحن نعرف الوضع في المستشفيات في العراق شنو حالها، وبسبب السياسات وبسبب القوانين الموضوعة في العراق من قبول الطالب، من أول قبول الطالب من يتخرج من السادس إعدادي، هناك غلط كبير وهناك أخطاء كبيرة في هذا الموضوع. أشرنا إليها بأن هناك من الطلبة المتميزين اللي يأخذون معدلات عالية لا يقبلون في كلية الطب بسبب والله إحنا رايدين هاي السنة 99. ماكو هيش حكي، يعني ماكو واحد يطلع 99 حتى يدخل طب، يعني هي فرقت على الدرجتين، وإذا عنده واسطة يدخل وإذا ما عنده واسطة ما يدخل. فهو من تشريع القوانين من دخول الطالب إلى الكلية إن كان طب ولا غير طب فيها أخطاء كثيرة، وبالتالي النتيجة يصير كما يقولون نقص في الكوادر الطبية، يعني توزيعهم على المحافظات يكون بشكل خاطئ، إنشاء كليات أهلية تقبل طالب يعني تخصص الصيدلة والأسنان، تقبل طالب معدلات متدنية ويقول لك بعدين إنهم يعني ضعيفين المستوى، كلها مشاكل تتسبب فيها الحكومة لأن شخصيات سياسية مستفادة، شخصيات سياسية تفتح هذه الكليات وهذه الجامعات الأهلية من أجل الاستثمار ومن أجل الأرباح لنفسها لا أكثر ولا أقل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.